يلا قومي لشوف. خير شو بدك؟ اجا ابوك ليشوفك. بابا؟ ايه نعم ابوك. زوجك تركك لحالك وراح على بيت حبيبته القديمة، وبعدين انت رحتي لهنيك لتحكي معه. كان في حدا عم يحاول انه يحرق البيت وبعدين هرب واختفى. رح اخلص من هون؟ ايه رح تخلصي من هون. بس مني مستحيل. انت شو عم تعمل هون؟ اعطيني ابني. بالاول اعطيني بنتي. بكفي بقى، اتركونا بحالنا. اذا ما بتروح رح اطلب الشرطة، عم تفهم؟ وشو بدك تقولي للشرطة ها؟ خالي اجى لحتى يشوف ابن بنت اخته؟ لا 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 لا. ما رح تنفض بعملتك. الدكتور هو رح يحكي، ومتأكدة رح يعرفوا كل اللي عملته بأمي. هالمرة مستحيل تقدر تهرب. قلتي الدكتور؟ ليش ما مات؟ معقولة ما عم بتذكر منيح؟ على كل بكرة بس تروحي على المخفر بتفهمي كل شيء. اسمعي، تسحبي شكوتك ضد بنتي وبتعيشي مع أمك وأنت مرتاحة، ما حدا رح يتدخل فيكن ولا يسأل عنكن، تمام؟ بنتك كانت رح تحرقنا. يمكن هلأ صار وقت الصلاة. حلوة بحقك إنك تكذبي؟ في كتير ناس بهذا البلد ما بيحبوكن، الله أعلم مين عملها. وبعدين بصير المسلم يقول شفت شي بدون ما يكون شايف بعيونه؟ أستغفر الله، بعدين الله بيغضب عليك. بكرة بتسحبي الشكوى، هيك أنت ما عاد بيجيكي أي مصايب. وأنا بيرتاح راسي. يا ربي شو بدي ساوي هلأ؟ كيف بدي أخلص منهم وارتاح؟ اسمع، أنا ما عاد فيني أصبر أبداً. بنصحك إنك تحكي. أنا ما بعرف شي أبداً. أنت قدمت تقرير مزور إنه المدام رنا كاراي ماتت؟
اتفقت مع مافيا الأعضاء. ولك يلا أحكي. قدرة كراي إلو إيد بهذا الموضوع. خلص ماشي، أنا رح أحكي كل شيء. شو عم بيصير؟ ما حكيت شي، بحلف لك يمين ما حكيت. إذا بتريد أخي، الضابط هشام موجود هون يا ترى؟ بعد شوي بيجي، فوت استنيه بغرفته. شكراً. انتباه لكل الدوريات، في حادث سير بمنطقة كاداكوي، الدورية القريبة تتوجه على المنطقة فوراً. من 34 للمركز، من 34 للمركز. عم اسمعك حضرة الضابط هشام. هجموا علينا على بناء اسكي تاكار. والشخص اللي موافيني هون نتل، بعتولي عناصر بسرعة. حاضر سيدي، رح ابعتلك العناصر فوراً.